لأنه إحنا شايفين إن اللي تم برضو من ناحية البنية التحتية وتهيئة الدولة من ناحية حدي أمثلة الطرق، الكهرباء، المحطات المختلفة اللي محتاجينها، المية وهكذا، فإحنا أصبحنا جاهزين ومصر أصبح المناخ الاستثماري أصبح جاهز إن هو يستقبل المستثمرين، وده اللي إحنا بنقوله في كل المؤتمرات وفي كل الزيارات للخارج أو في كل الاجتماعات مع مستثمرين، بنوريهم الصورة دي الإيجابية دي، وده بشهادة برضو مؤسسات دولية، يعني مش بس كلامنا إحنا، إن إحنا جهة استثمارية واعدة في الفترة دي، ودي ده أحسن وقت الاستثمار في مصر بالذات، إن إحنا شايفين نفسنا برضو إن إحنا زي ايه، احنا البوابة لافريقيا كمان، فهي مش بس 100 مليون مستهلك مصري لو المستثمر قرر يستثمر في مصر، انما هو في الحقيقة يقدر يوصل لفوق المليار ونص مستهلك مثلا في افريقيا. الخريطة يا فندم اكتر من لغة ولا باللغة العربية بس؟ قانون الاستثمار بينص على ان احقية الوصول للمعلومة للمصري والغير المصري على حد سواء، فهي نازلة باللغة العربية واللغة الانجليزية، وده من احدى الشروط عندنا، وده من ضمن الإجراء بتاع تدقيق البيانات والجودة، إن إحنا بنترجم كل المعلومات والبيانات للغة الإنجليزية علشان نطلع بنفس المعلومة باللغتين في نفس الوقت، يعني أغلب الحاجات بنسبة كبيرة جدا كله موجود باللغتين، والنظام معمول إن هو يقدر يستوعب لغة تالتة ورابعة، وده إن شاء الله في نسخة من النسخ في المستقبل هنبتدي إن إحنا نضيف لغات تانية، بس حاليا مركزين على العربي والإنجليزي. فندم فيما يتعلق بالتمويل للاستثمار سواء في الداخل او في الخارج، هل بتعتمد فقط على الخريطه ولا بيبقى في لينكات مباشره مع مستثمرين بعينهم وبتعرضوا عليهم الفرص؟ يعني حضرتك كلمني، التمويل بيتم بشكل ايه، ولا مجرد بس المشاركه في المؤتمرات وموزع لا لا، هو الترويج طبعا يعني بيبقى مجهود اكبر من ان انا اقف في جناح ووزع بروشور. يعني الخريطه بقت من اهم الادوات للترويج، بس هي مش الأداة الوحيدة، بس هي تعتبر من أهم الأدوات، لأن هي هو نظام مركزي في كل البيانات، بس بالطبع في الناس مختلفة، في ناس بتحب التكنولوجيا وتحب أنها تدخل على الكمبيوتر وعلى الإنترنت وتفتح صفحة وتتصفح فيها، بالذات أن هي فيها نظام GIS، فيمكن مش سهل دايما على كل إنسان أن هو يتعامل معاها، فإحنا طبعا بنستخدم الأدوات التقليدية للترويج، زي أن احنا بنطبع كتيبات، زي أن احنا الاجتماعات مهمة جدا بالذات في الاستثمارات الكبيرة، المستثمر مش من خلال بوابة هيقرر ان هو خلاص هستثمر في مصر، هو البوابة بتحلو البيانات الأساسية الأولية وتظهر له رؤية 360 درجة عن المناخ الاستثماري في مصر بالمشاريع وكل حاجة، بس في النهاية برضو احنا لازم نقعد معاهم نفهم منهم، لأن كل مستثمر له طبيعة، حتى لو كانوا في نفس النشاط بالمناسبة، يعني ممكن الاثنين مستثمرين في نشاط مثلا صناعة السيارات، بس ده له أولوية غير ده، أو ده في زي ما بيقولوا كده في الفاليو تشين موقعه هي نفس الصناعة، بس هو جوه الفاليو تشين موقعه مختلف، فلازم نقعد معاهم نفهم منهم بالضبط احتياجاتهم ايه علشان نقدر نديهم الحل اللي يناسبهم هم. واعتقد ان قانون الاستثمار جايب حافز مهم جدا، ده برضو دايما بنكرره للمستثمرين سواء المصريين او الغير المصريين، حافز اللي هو غير ضريبي، وده منصوص عليه في القانون، انه هو يقدر المستثمر انه يطلب حافز ليه هو، وبموافقة مجلس الوزراء ممكن الحافز ده فعلا ياخده طالما هو حافز غير ضريبي، يعني ففي مرونة كبيرة، ودي الحتة اللي احنا بنشتغل عليها بقوة عشان نقدر ندي الحل المناسب يلبي احتياج المستثمر. يعني عايز طموحاتك ايه للاستثمار الاجنبي المباشر في مصر الفتره اللي جايه، لانه يعني انا رقم 9 حتى 9 مليار دولار، يعني انا في تصوري انه برضه رقم لا يلبي طموحات مصر، مصر تقدر تجذب FDI اكتر من كده، حضرتك شايف الملف ازاي؟ هي طموحاتنا طبعا ان مصر تبقى على الخريطه العالميه الاستثماريه، وجهه يعني معروفه، وجهة تكون هي إن شاء الله الاختيار الأول للمستثمر الأجنبي، فإحنا شغالين على ده، يعني إحنا شغلنا كله حول أن نحط مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية. طبعا الاستثمارات الأجنبية مصر تقدر
انها تجيب استثمارات اكتر من كده وبكتير. وده اللي بنسعى اليه، ان اولا يمكن نقدر نقول برضو ان في تباطؤ عام في الاستثمار الاجنبي المباشر عالميا، فاحنا في الفتره دي بنحاول نستغلها ان احنا نشرح للمجتمع الاستثماري العالمي حقيقه قصه مصر، لانه احنا بنسافر في المؤتمرات وفي الاجتماعات وبنقابل مستثمرين، وفي حاجة لاحظتها انه دايما بيتقال لنا انه ما كانش عارف، ما يعرفش انه ده فعلا موجود او ان ده فعلا بيتم او ان كان في قانون جديد او ان في بوابة جديدة خريطة استثمارية. فاحنا لازم نحط مجهود اكبر في ان احنا نوصل الرسالة الايجابية دي، لانه هو للأسف الخبر الوحش بينتشر ببلاش وبسرعة، يعني الخبر الحلو لازم الواحد يحط مجهود عشان ينشره، فده اللي احنا بنحاول نعمله. علشان كده انا بشوف ان انتوا حاطين قصص النجاح ومتكلم فيه عدد من كبار المستثمرين الاجانب والمصريين، واعتقد ان دي مردود كبير جدا. مهم جدا ان يكون عندك زي شهادة غير مجروحة من القطاع الخاص، وطبعا لازم يكون في برضو القطاع الخاص الاجنبي متمثل في ده، ان المستثمر يسمع ده من القطاع الخاص مباشره مش بس مننا، وده اللي بيكمل. وبرضو المؤسسات الدوليه مهم ان هم يقولوا الاخبار الكويسه، فاعتقد انه الاخبار الكويسه بتتكرر، واعتقد انا متفائل جدا عامه انه في السنوات القادمه هيبقى في تحرك كبير في مصر من ناحية الاستثمار الأجنبي وبرضه الداخلي كمان.